أكد السفير أحمد عبد المجيد القنصل العام بجدة أنه تم العثور على معظم المفقودين محتجزين بالمستشفيات السعودية بمكة المكرمة لتلقي العلاج. جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمستشفيات مكة المكرمة للاطمئنان على الحجاج المصريين المحتجزين بها، مشيرا إلى استخراج شهادات الوفاة لكافة حالات الوفاة من الحجاج المصريين. بهدف الاطمئنان على الحجاج المصريين المحتجزين بالمستشفيات السعودية، قام القنصل المصري بجدة بجولة تفقدية لعدد من المستشفيات بمكة المكرمة للوقوف على الخدمة العلاجية المقدمة لهم، والذي وصل عدد المحتجزين من الحجاج المصريين إلى أكثر من 180 حالة، إضافة إلى تسجيل المعوقات كافة التي قد تواجههم لحين عودتهم سالمين لأرض الوطن. كان لي الشرف أن أنا أتفقد النهاردة عدد كبير من مواطنينا المنومين في المستشفى، اطمنت على صحتهم واطلعت برضو على حالتهم الصحية وتطورها وطلباتهم الخاصة جدا، فدي كانت مناسبة مهمة جدا أن احنا نقول لهم أن احنا كمصريين احنا معاكم وفي ظهركم، ونتمنى لهم يقوموا بالسلامة ويرجعوا تاني إن شاء الله مصر، وبعثة الحج الرسمية كمان عندها الإمكانية إنها توائم وتعدل مواعيد السفر للحجاج طبعا على البعثة الرسمية. بقية مواطنينا اللي جايين يعني بغرض الحج احنا طبعا مسؤولين منهم، هنسهر على راحتهم ونقدم لهم كل ما يمكن تقديمه لراحتهم يعني إن شاء الله. في مجمع الصحي في المعيصم بيتم صرف شهادات الوفاة للمواطنين اللي معاهم توكيلات أو تفويضات من ذويهم في مصر، وده بيتم دلوقتي يعني على مدار الساعة. الحمد لله الحمد لله كتير جدا من اللي كانوا محسوبين مفقودين كانوا منومين في المستشفيات وخرجوا، فعندنا أعداد كبيرة الحمد لله تعرفنا عليهم وتعرف عليهم ذويهم ورجعوا الحمد لله. كما تحولت غرفة عمليات البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة لخلية النحل على مدار الساعة لرصد حالات الوفاة بالمستشفيات ومجمع الوفيات بالمعيصم بمكة المكرمة، وكذلك المرضى المحتجزين منهم بالمراكز العلاجية، إضافة إلى رصد المفقودين بمشعري عرفات ومنى، وذلك بالتنسيق مع القنصلية المصرية بجدة. كان عندنا تكليف من رئاسة البعثة بأن احنا نتعامل مع كل حالات الحج اللي هم من الجنسية المصرية، بنحاول دلوقتي زودنا عدد فريق المرور وكثفنا المرور على المستشفيات، لأنه في بعض المرضى كمان محتجزين في مستشفيات خاصة علشان نتابع تطور الحالة الصحية للحجاج المصريين المنومين وتشخيصها. كان فقدان درجة وعي بسبب برضو بسبب الحرارة العالية وبسبب حالات الجفاف وبسبب كبر سن الحجاج وإصابتهم بأمراض مزمنة، خلت تأثير الارتفاع الشديد في درجة الحرارة في المشاعر كان أقوى من الوضع الطبيعي يعني، فمعظم الحالات كانت إجهاد حراري. بعد المشاعر في ناس كتير اتحجزت مستشفيات وفي حالات وفاة ظهرت، فاحنا دلوقتي بقينا بناخد اتصالات اكتر من الناس اللي مثلا بيستفسر عن حد دخل مستشفى، خاصة ممكن يكون بيستفسروا من مصر او هنا داخليا. فرق المستشفيات بتبلغنا باخر تقارير عن حالات الناس اللي محجوزة في المستشفيات، غير بقى حالات الوفاة بنقعد نعملها حصر في جميع المستشفيات، اي بلاغ بيجي لازم بنتأكد منه ونبعت الفريق من عندنا يتأكد ان ده مصري، بحيث ان هو بقى يتعمل فيها الاجراءات بتاعة الوفاة ويتبلغ ذويهم وكده. جهود مضنية تبذل هنا بالبعثة الطبية المصرية على مدار الساعة لرصد أي حالة وفاة أو محتجزين بالمستشفيات السعودية، فالكل يعمل بلا كلل أو ملل ليكون عند مستوى الحدث. محمد حلمي، التلفزيون المصري.